عن عودة عجلة التعليم إلى المدارس، عادة الصفوف لتعج بالطلاب وبالمعلمين والسعي للتحصيل العلمي، لأنه الإيمان راسخ دائما بالعلم وحده اللي بيبني الأوطان. لنحكي أكثر عن عودة واقع التعليم في عين ترما. معنا اليوم السيدة غادة بربور، مديرة مدرسة عين ترما للبنات، والأنسة رزان صوان. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم انتم ان شاء الله. سوريا الله حاميه، والحمد لله على رجعت البلد على الامن والامان والاستقرار وراحه البال اهم شيء، وعوده الاهالي والابتسامه المزروعه على وجه الاطفال والاهالي، كما الام كاب كاخ كولد كجميع مستويات واصناف المجتمع بعين ترما. اكيد فنحن بنعاني كنا بالازمه انه التعليميه عدم وجود معلمات كفؤ لهالطالب حتى ياخذ التحصيل الجيد. المدارس كانت غير مهيئه كدمار من الارهاب، يجمعوا الاطفال عبر الاقبيه، الظلام، يعني موقف صعب على الطالب وعلى المعلم حتى يوصل المعلومه ويحصل تحصيل جيد الطالب. هلا بفضل الجيش العربي السوري والرحمه على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والحمد لله انه رجع الامان ورجع الطالب لصفه لمقعده، المعلمة على سبورتها تحمل طبشورتها تعطي المعلومات بشكل جيد. الخوف الرعب ذهب اكيد من لحظه التحرير عين ترما، ذهب من قلب الطفل. المعلمه عم تعطي درسها، هي مرتاحه، الطفل يجلس على مقعده هو مرتاح عم يستقبل المعلومه، هي اهم نقطه. وبالنسبة للمعاناة الأكبر هي وجود الكتاب المدرسي بين أيدي الأطفال. لم تحصل المعلمة أو المديرة على الكتاب حتى تعطيه للطالب. هلأ الوزارة التربية، مديرية التربية، مستودعات الكتب عم توزع بشكل كامل، وكل طالب أخذ حقه من الكتب المدرسية وعم ياخذ المعلومات بشكل جيد، والحمد لله رب العالمين على عودة الأمان والاستقرار وعملية تربوية بخير. حتى بالأزمة المعلمة عم تعطي وعم تطلع برات عين ترما وبتتقاضى راتبة، هذا شيء كبير، هذا أكيد. كله دعم للطالب انه ياخذ حقه التعليمي. ونحن هلا في عنا مستويات، عنا فئة بي، فئة بي عنا الطفل عمره 14-13 سنة عم نستقبله، عم نعمل عنا مستوى أول من الأول والثاني، مستوى الثاني ثالث ورابع، مستوى ثالث خامس وسادس، وفي عنا بالإعدادية في المستوى الرابع والخامس كمان. وهلا عم نعمل نحن مسح فاقد تعليمي من 2002 لل 2014، عم نجمع دفاتر العائلة، عم نستدعي الأهالي، عم ناخذ مين الطالب اللي ما أخذ حقه التعليمي حتى يرجع وياخذ ويحصل التعليمي، لأن البلد بتنبني بالتعليم. إذا الإنسان متعلم بيكون عنده عقل راجح راجح، وهذا ميزة كبيرة بالنسبة لدولتنا ومتابعتنا لطفلنا لأولادنا بالتعليم. وبالفضل الأكبر 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 أنا بقول للجيش العربي السوري اللي أعطانا الأمل، لو ما الجيش اللي أعطانا الأمل حتى نحن هون بهاللحظة ما اجتمعنا بعين ترما. وأنا بالنسبة لي كان حلم كبير إني أرجع لعين ترما، نعم، ولحظة تحرير عين ترما ودخل الجيش العربي من الوادي، كنا نحن برات عين ترما عم نتابع لحظة بلحظة نحن وأطفالنا للحظة التحرير. وقت تحرر نحن من بيوتنا برات عين ترما، أهالي الزغاريد الأناشيد، وانت عم تسترجعي ذكريات، عيونك عم بتغلط بالفرحة. يعني موقف هذا يعني غصب عنك بدك تبكي، لأنه فرحة فرحة كبيرة لأهالي عين ترما أنا بعودتنا. أكيد. وفرحة الأكبر أنا عودتي كنت مديرة سابقة ورجعت هلأ مديرة أيضا على نفس المدرسة، مدرسة عين ترما البنات. أكيد، يعني تعقيبا على حكيك، يمكن سلمى كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة يوم الخميس ويمكن رصدت حركة الطلاب. رح نحكي نرجع عند الأنسة رزان، يمكن في جملة كتير لفتتني بالمادة اللي مرقت يمكن من شوي، إنه من الأقبية من الظلام للنور، أكيد قصص كتير كانت يمكن خبيتها هي الجدران بوقتها. اليوم كإدارة وكأنسات حكونا عن بعض هاي المواقف يلي عن جد كانت يمكن بتسطر قصص صمود تعلموها أطفالنا يمكن من عمر صغير، لا بدي أدرس بدي أروح على مدرستي رغم كل الظروف. أكيد نحن كنا أعداد كتير كبيرة موجودة داخل قبل
يعني كان يفصل بين الشعبة والشعبة لوح خشب. هذا الشيء يعني ما بتتخيلي الضغط، كل أنسة بدها تعطي أكبر ما عندها من طاقة بس كرمال إنه توصل فكرة، توصل معلومة للطفل. والأطفال الحمد لله يعني رغم هيك كانوا يتجاوبوا بس لأبعد الحدود، بس رغم هيك كان فاقد كل حقه الطفل، كان فاقد حقه بس إنه يشوف النور، إنه يحمل كتاب جديد، كان الدفتر يعني كنز بالنسبة له. الحمد لله الحمد لله هلأ الأمور كتير كتير أحسن. أكيد يعني يمكن حكيتي حضرتك ست غادة عن نقطة كتير مهمة واللي هي الكتاب المدرسي ما كان متوفر خلال هاي الفترة. يمكن الأساتذة اللي ضلوا حاولوا أنه يبقوا هون ليعلموا طلابنا، خلينا نحكي شو كان التعليم اللي عم يتلقوه وقديش هذا الشيء كمان أثر على مستواهم الدراسي، وخلال هاي الفترة كيف حاولتوا من الرجعة من سنة شفنا كتير مبادرات دولية وأيضا حكومية اللي هو سنة بسنتين لحتى أرجع على درستي من أول وجديد، نحكي عن هاي الفكرة. هلا بالنسبة للكتاب المدرسي غير متوفر كان، بس المعلمات اللي متواجدوا هون يعني ترما فتحوا مستودعات المدارس السابقة، نحن كنا نستلم الكتاب مشان يتدور. تمام. فنحن أنا بتذكر آخر شيء سلمنا الجلاءات وسلمنا الكتب وحطيناها بالمستودعات وطلعنا، فهون هن فتحوا المستودعات وطلعوا كل شيء كتب قديمة وزعوها صار متناول الأطفال. بس عندك 7 سنين أزمة، هالسبع سنين الكتاب صار تالف من إيد الطالب، حتى المنهج تعدل يمكن تعدل. ما وصل لنا المنهج المعدل، ما وصل التعديلات كما هي. يعني أقصى جهد أنه استخدموا الكتاب القديم. هلأ بهالوقت اللي نحن فيه توزعت كتب جديدة لكافة الطلاب، القرطاسية، القلم، الدفتر، الشنطة، الألوان، دفتر الرسم، صار متناول الطالب بشكل كامل، انه حسينا انه اخذ حقه كطفل طبيعي عم ياخذ تحصيل دراسي. اكيد سلمى لما نحكي عن اعاده الاعمار فهذا انجاز، نحن عم نبني بالاجيال. بدي روح لنقطه كثير مهمه يمكن وتحديدا مدرسه عين ترما، هي المدرسه يمكن كانت مدمره بالكامل، اليوم عم نشوف بناء جديد، عم نشوفها عم تستقبل او تحتضن اعداد كبيره جدا. يعني بفوت على المدرسه يعني بيتفاجئ من هذا العدد، وهي مقسومه حتى دوام صباحي ومسائي لتستقبل الصبيان والبنات. خلينا اليوم نحكي عن اقبال الاهل اليوم لارسال اولادهم على هي المدرسه. عندنا هون بعين ترمى 11 مدرسة، هال 11 مدرسة خلال الأزمة كلها تهدمت، ما بقي ولا مدرسة واقفة، بس الحمد لله بالصيف اشتغلوا عدة جهات، اشتغلوا أعادوا أعمار مدرستين، تكافل عدة جهات مع بعضها. شكرا لهم، مشكورين كلهم، وأعادوا إعادة بس مدرستين من أصل 11، بس مدرستين ما بيعملوا شيء أبدا، مدرسة للإعدادية ومدرسة للابتدائية. خطوة حلوة، خطوة بس ممتازة كمان. بس بنفس الوقت حاليا عم نعاني من ضغط كتير كبير في عنا نحن بالشعبة، يعني بالشعبة 60 طالبة ما بعرف شو بدها تكون الآن. يمكن سلمى بحس انه زيادة اعداد الطلاب يمكن بهي الظروف، بظروف الحرب اللي عشناها نحن وبمنطقة عين ترمى، يمكن هو انجاز كتير كبير. يمكن هو عن جد بيسطر دروس بالارادة، بارادة الحياة. يعني حتى لما نشوف هاي الطلاب اليوم بمكانه الصحيح، يعني انا في احد الطلاب التقيتهم قال لي انا كنت بالمدرسة من الصف الاول ورجعت عليها بالصف السادس، وشفنا بالتقرير كمان. إيه بالفعل الحمد لله أنه عودة الطلاب في كتير عودة كتير كبيرة. الحمد لله الأطفال المنقطعين رجعوا، إن مكانهم الصحيح والطبيعي هي المدرسة. أكيد. الحمد لله عم يرجعوا. كمان خلينا نحكي شوي عن الخطة الدراسية اللي عم تعملوها، وخصوصا مثل ما قلنا في طلاب انقطعوا أو في طلاب كان متوفر لون المنهج القديم اللي أنتوا اشتغلتوا عليه خلال هاي الفترة، وهي كانت خطوة كتير منيحة لنحافظ قدر الإمكان على أطفالنا وعلى عقول أطفالنا. خلينا نحكي عن المنهج الجديد وكمان حتى تأهيل الأساتذة للعودة مرة تانية ليرجعوا مع الطلاب ضمن المناهج التعليمية. هلا بالنسبة للخطة، نحن الخطة رجعنا مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث للفاقد التعليمي اللي ما تهيأ له إنه يرجع يدرس. يعني هلا مثلا المستوى الأول اللي هو بضم الفئة أول وثانية، جمعناهم بصف واحد، المستوى الثاني ثالث ورابع مستوى واحد، خامس والسادس مستوى واحد، وفي لهم كتب مهيئة للمستويات وتوزعت وعم نعطى كل درس بدرسه من قبل المعلمة. يعني عم لاحظ أنا في تجاوب كبير للأطفال. يعني إحدى البنات إجت لعندي أنسة أنا ما بعرف أكتب، عم تبكي أنسة أنا بدي أكتب ما عم أعرف، هي صارت مستوى ثالث.
طيب نحن هالفتره هذا ضاعت كثير على طلابنا، فلاقوا المستويات انه يعوضوا. بلشتوا بالتعويض حاليا؟ تعويض، وفي عندنا هلا من الاول للسادس كمان اخذوا كتبهم عم ياخذوا دروسهم عم يتابعوا، مذاكره اولى امتحان نصفي، هلا المذاكره الثانيه خلصناها كان مستويات جيده واقبال كبير من الاهالي، يعني تهيئي يعني يوميا في عنا عم نعطي لامانة، يوميا عم نستقبل، يوميا في عنا سبر معلومات، حتى في عم نستقبل الطالب المكتوم، المكتوم يلي ما له وثائق بالاحوال الشخصيه، عم نبعته على الجسر الابيض في لجنه هنيك عم تتابعه، عم تعطيه تقدير اعمار، انت عمرك 6 سنين بنحطه بصف اول، انت عمرك 8 سنين صف ثاني، يعني نحن الدوله عندنا متابعه طفلنا بشكل رائع، يعني ما عم نتركه يقعد بالبيت، لازم ياخذ التعليم لانه التعليم هو الاساس للطالب. أكيد. هو الجيل الغد، جيل المستقبل، الجيل اللي عندنا امل فيه، يعني نحن درسنا الجيل السابق الحمد لله في دكاتره وفي صيادله، وهلا املنا كبير الجيل اللي بده يبني سوريا اكيد وبسوريا بشكل كامل، يعني الأمن والأمان هو الاستقرار للطلاب للشعب للأهالي لجميع المستويات، والخطة الدراسية قائمة وما زالت قائمة حتى بالأزمة. أكيد. أكيد. يعني حكينا عن تسهيلات كثيرة اليوم المؤسسات المعنية سلمى عم بتقوم فيها، لأنه يمكن في بند كثير واضح بسوريا أنه حق التعليم هو للكل، لكل الشرائح ولكل الفئات. بدي أرجع لعندك أنسة رزان، اليوم أنت كمدرسة أكيد عم تتعاملي مع الطفل يلي خضع لظروف صعبة خلال الحرب، خلينا نحكي عن المبادئ عن القيم يلي اليوم بتحاولي تزرعيها فيه. هلا اهم شيء بالطفل انه نزرع فيه، اول شيء بدنا اياه ينسى السبع سنين اللي مضوا، يعني هي اهم نقطه، بعدين ان شاء الله تعالى بدنا نزرع حب الوطن، يعني ما في احلى من بلدنا، ما في احلى من سوريتنا، بدنا نزرع فيه هذا الشيء، يعني هذا اساس، مجرد ما حب وطن هو حيبدع بكل المجالات. اكيد. كمان خلينا نحكي على جانب مهم، يعني مدارسنا عرفت خلال ما قبل الحرب وحتى ما بعد الحرب بوجود الأخصائيين الاجتماعيين اللي كانوا يتابعوا حالة الطلاب بشكل اعتيادي، ولكن هلأ يمكن صار وجودهم أهم. هل فعلتوا هذا الشيء مع الطلاب، وخصوصا مو بس اللي بقيوا بعين ترما واللي رجعوا، كان في خليني أقول شيء من مجال الدعم النفسي لطلابنا؟ هلا نحن بالنسبه لمدارسنا في الدعم النفسي عن طريق البتياركيه للارثوذكس مركزهم بعربين، فعم يجوا عنا يومين بالاسبوع عم يدخلوا الصفوف، فعم يعطوا مناشط عم ينشطون، عم حالات الاكتئاب عم يريحوا الطفل، عم يزرعوا الابتسامه على وشه، يعني انا لقيت دور كبير للدعم النفسي، حتى عنا بكره في لقاء من الدعم النفسي للمعلمات. طبعا المعلمات كمان هن كمان بدهم دعم نفسي، كونهم انه كانوا معظم معلمات المدرسه هن من اهالي عين ترمى القائمين موجودين خلال الازمه، فهون كمان الدعم النفسي للمعلم وللطالب. نعم. ونحن ان شاء الله بدورنا الكبير نريح الطفل لياخذ معلومته، اذا كان الانسان مرتاح نفسيا فبياخذ التحصيل التعليمي بشكل جيد، ونشاطات الدعم النفسي انا لقيتها رائعه جدا، وفي عندك نشاطات المخلفات الحرب عم يعلموا، انت اذا لقيت مثلا لعبه لا تقرب عليها، احكي للبابا، احكي للماما، احكي للمعلم، هذا الشيء كثير مهم مشان نحافظ عليهم من الضرر والاذى. كثير كثير حلو هذا البرنامج، وفي لقينا في تجاوب الاطفال، الله يعطيهم العافيه. أكيد. يمكن بدنا نحكي كمان عن موضوع كتير مهم هو جهود المعلمين اليوم والمدرسين. كمان بأحد اللقاءات اللي مرقت قالت أنه أنا ما قدرت أرجع عين على عين ترمى وهي مدرسة غير لأمن على مدرسة أولادي. تمام. خلينا نحكي عن قديش هذا الموضوع اليوم تأهيل اليوم المدرسين ليقدروا يتعاملوا مع هاي الأعداد الكبيرة، ويتعاملوا يمكن مثل ما قلنا مع نفسيات لأطفال مختلفة يمكن تعرضوا شوي لظروف صعبة. تمام. هلا المعلمة هي الأساس، هي الأساس، أنا هيك بقول المعلمة إذا كانت هي مرتاحة وعندها مقدرة وعندها كفاءة تعكس على الطالب، على الطالب خلال الأزمة تابعت وناشطت ووصلت التحصيل التعليمي للطلاب حتى بالأقبية حتى بالظلام، لأن مهمتنا نحن مهمة إنسانية،
إنسانية التعليم. أكيد أكيد. يعني نحن اليوم كنا هيك معكم عم نلقي شوية ضوء على الحركة التعليمية بعين ترما، وقبل ما نختم حديثنا بدنا نتوجه هيك لكم بكلمة، تقولوا لنا كلمة يمكن لكل المدرسات ولكل الأهالي اللي لازم اليوم يرجعوا أولادهم مرة تانية على المدرسة مهما غاب الوقت، ولكن نحن قادرين نرسى معنا وقت ما يروح علينا أكيد. وقت أكثر. إحنا نتمنى من جميع أهالي منطقة عين ترمة وأي منطقة كانت ساخنة وتحررت من الإرهاب إنه يرجعوا. نحن منطقتنا بنقول لهم أهلا وسهلا، مدارسنا في أكفاء، في كوادر تعليمية، في كتب مدرسية، الأمان موجود، الحمد لله الخدمات مثل ما قال الدكتور أحمد متواجدة، وصول الماء، وصول الكهرباء، يعني كل اللي بتمنى الإنسان بحياته الطبيعية موجود بعين ترمة. وبنقول لهم أهلا وسهلا والحمد لله على الأمن والأمان والرحمة على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. وشكرا للأهالي ولعودتهم، وبنقول لهم الحمد لله على السلامة. شكرا لكم. وأنا من اللي رجعوا كمان من شهر واحد، وأنا كتير سعيدة هلا بعين ترمة، وشكرا لكم. تفضل. شكرا كثير لكم. بتمنى اي حدا قاعد بلا تعليم من الطلاب هنن اولادنا، بالنهايه هنن اولادنا، هن اهلا وسهلا فيهم بقلبنا وبعيوننا. اهلا وسهلا فيكم بعين ترمة. شكرا لك كثير لك. غاده بربور مديره مدرسه عين ترمة للبنات، والانسه رزانة صوانا، شكرا كثير لكم اكيد ولكل الجهود الطيبه اللي عم تبذلوها. الله يعطيكم العافيه، والله يخلينا اطفالنا، لو ما اطفالنا نحن ما موجودين اكيد وهن الامل.